ما يميز هذا الموسم الجامعي تتويج بتخصصات جديدة منها منها الفرنسية والإعلام الآلي والاتصال لسونس والقانون القضائي وقانون الأعمال وعلم النفس تنظيم وعمل وتسيير الموارد البشرية بلغ عدد طلبة هذا الموسم الجامعي ما يقارب عشرة ألاف طالب جامعي منهم 1986 طالب مسجل جديد في مختلف التخصصات كما تعززت هيئة التدريس هذا الموسم بتوظيف 24 أستاذ مساعد باء في مختلف التخصصات.